السلام عليكم إخواني أخواتي جميع السكنة إمنتانوت واد البور النفيفة، تحياتي للجميع على صعيد إقليم الشيشاوة. هنا دروب إمنتانوت تتستضف الأخ ديالنا السي محمد أنجار أتحنوت اللي جينا عندو المكان ديالو من باب الزيارة ومن باب المحبة ديالنا ليه، لأن واحد الإنسان تستحق إنسان تستحق الزيارة بكل صراحة، اللي عاد نستفدوا منه بعض ما يتعلق بنوع من الفيران اللي تقولوا لهم الهامستر. واحد النوع تقولوا له الهامستر، وهو هواية عنده اللي تربي هذا النوع ديال الفيران اللي هما منفصلة ديال القوارض، والاسم ديالهم مطلق عليهم الهامستر. هنا عادي نستافدوا ان شاء الله مع سي محمد أنجار، ولكن عادي نديروا واحد البركة بعدا مع سي محمد أنجار، اللي بركة ديال اتاي اللي تنعرف كمغاربة اللي تنعرفوا حنا اتاي من المسائل ديال الضيف، كرم الضيافة هو اتاي اللي هو الشعار ديال المغاربة. على اي حال غادي تنديروا التصوير ان شاء الله، كاين السي عزيز ابو ريان وكذلك السي عمر تسكيوين امين ديال فرقة تسكيوين، وعاد السي محمد ديالنا المحبوب اللي جينا نشوفوه ان شاء الله. ونفس الوقت نستافدوا ناخذوا فكره كما قلت على هذا المجال ديال تربيه الحيوانات اللي من فصيله القوارض، وتا عنده تا بعض القطط، لانه هو هوايه ديالو تبارك الله، راه عنده شي قطط تيمربيهم، وحاول يخلق انسجام بين هذا الحيوان ديال الفئران الامستر الهامستر مع المشاش، اللي درجة كاين انسجام وسبحان الله عايشين في مكان واحد. على اي حال سي عزيز ديالنا الا كان تال بالرد واتاي يعني مبدا السي سعيد نحن مجددا على قناه دروب إمنتانوت مع اصدقائنا السي سعيد البوعلاني الجمعاوي المحترم من المنطقه، تحياتي لك محمد نجار صديق ديال دروب والمجرب، وكذلك السي عمر لامين ديال فرقه التسكيوين. نهار كبير هذا فاش تلقاو فيه الحباب والحباب والصحاب، وحنا الحمد لله ولاد البلاد تعاونوا بعيدا عن الحسد والبغض والكراهيه، حنا اخوه والله يجعل محبه دوما تدوم من الاحبه الحمد لله. حنا في هذه الجلسه ديال الشاي اللي ناقص غير الاخ ديالنا السي سعيد الازهري، بوديه ان يحضروا الا كان الظروف العامل وصل مصطفى كذلك السي مصطفى وي في مزيان، المهم اي واحد كان وقتها يطيلوب على الاخرين، راكم عارفين سميتو الظروف ديال العمل ما تسمحش ان نجمعوا دائما، ولكن اذا طاحت الفرصه راه تندير واحد العمل كبير، كما اخر مره فاش درنا هذيك الحفله ديال اذن كان حاضر معنا خالي عمر لتذكير فقط الجمهور الكريم اللي كان معنا في القناه، ودرنا واحد الاحتفال ديال اذن نار وتعريف يعني الثقافه ديال التسكيبين فاش تلبس، ومازال غادي نرجعوا ان شاء الله هذا الموضوع هذا مع خالي عمر كذلك مع بعض الاعضاء الا سمحت لهم الفرصه. نعم كتقديم ان شاء الله كثير من العطاء مستقبلا في هذه البلاد، مثال فيها الثقافه فيها الفن فيها الرياضه فيها العمل الجماعي فيها بزاف، حنا تنحاول ما امكن رغم الاكراهات ديال العمل اننا نسلطوا الاضواء على جميع القطاعات اللي هي مهمه وايجابيه وتعطي واحد الصوره يعني جميله على إمنتانوت اللي عندها تاريخ وحضاره وتستحق انها تكون منطقه سياحيه بكل امتياز، كاين فيها مناطق كاين فيها يعني البلايص اللي انها تستحق انها باش تجلب السياحه الداخليه وكذلك الخارجيه، كما سميتو راه سلطنا الاضواء ودرنا خرجات للمنتزهات ما بين اللي منها تشمير ومنها عين من تمك واللي منها عين ديال تشمير وكذلك ورقوس منطقه المدائن سكساوه بزاف ديال كذلك واد البول اللي معنا السي سعيد اللي هو يعني المخضرم ديال السي سميتو. غادي نعاودوا ان شاء الله نرجعوا في هذا الموضوع هذا، احنا معكم مجددا هذا غير الجزء الاول وان شاء الله غادي نديروا الجزء الثاني في فيديو اخر اللي غادي نعطيكم فائده ما يتعلق بهذا الحيوان اللي قلنا الهامستر.
على اي حال تلف الرتوتات شحر. نعم ايوا الحمد لله في مكان داخل الوطن وخارج الوطن. وتنحيوا الاخ ديالنا السي محمد على الاستضافه ديالو بكل صراحه، ونحن نحبه في الله، وهذا هو المقصود. وتحياتي لجميع المتتبعين دروب ايمين تانوت تنمير النون، اكن يعز ربي اكن يحفظ ربي سبحانه وتعالى. حفظك الله، تحياتي لكم.